يا ابن الحرامية الشنطة. على فين يا لص؟ انا مش لص، انا حرامي. الحمد لله انك مسكته. انا مش عارف اقول لك ايه. وممكن اسيبه يجري عادي وبقابلني لو مسكته. انت ايه المبرر اللي يخليك تسيب حرامي بعد ما مسكته؟ وانا هستفيد ايه لما اسلمه لك؟ انت حاجتك هترجع لك وهو هيتحبس. انا بقى حقي فين؟ اه فهمت. ايه هو بقى حقك اللي انت عايزه؟ الحلاوه. ماشي اتفضل، حلاوتك ايه؟ ايه ده يا عم 100 جنيه؟ هو انت بخيل ولا ايه؟ لو مطولك اروح اتفضل 100 كمان اهي. يا جدع انت، انا ماسك لك حرامي سمنته مقلوظه، يعني لو كنت فاتح سبرنت انسى ان حاجتك ترجع لك. اخر 50 جنيه معايا. وانا يا سيدي مش هطمع، حلال عليك الحرام. انت متاكد من الكهرباء اللي موديني ليه ده؟ ايوه يا عم، ده هو اللي مشطب لي شقتي، عيب عليك. اما نشوف. صباح الخير يا هندسه مصر. صباح النور اللي انا بوصله للناس. كهربائي كهربائي يعني. كنت جاي في ايه يا زميلي؟ هو ده بقى عماره اللي كلمتك على الشقه بتاعته. ايوه ايوه، اللي قول لي هي الشقه كم متر؟ يعني حوالي 120 متر كده. وعايز تشطبها كهربا كلها؟ مظبوط. طب بص، احنا هنحتاج 3 متر رمله و2000 طوبه حمراء. ايه يا عم، وانا هبني عماره؟ انا بقول لك هشطب الشقه كهربا. انت هتفهم اكتر مني ولا ايه؟ وبعدين الحاجات دي مش هنستخدمها في الشقه اصلا. امال هتستخدمها في ايه؟ هبني بيهم محطه وليت في ثالث دور عشان اجيب لك كهربا بيور. كهربا بيور ايه؟ هو انا هشطب طبق فاكهه؟ معلش يا سيريا، هات له من الكهربا العاديه بتاعتنا دي. اسمه ايه؟ سيريا. تمام. افهمني بس، الكهربا العاديه دي ملوثه ومضره ومش هتنفعه. مضره في ايه؟ ما هي عند كل الناس. بتكهرب. بت ايه؟ انت جايبني الواحد ملمس يا عم. هو كهربائي شغلته العادي. ماشي يا فارس، انا بغلطان لو قصدتك في حاجه تاني. خد بس هقول لك. انت عارف لو عملنا فوق دماغك دي برج اتصالات هيبقى مشروع العمر. انت متاكد من الكلام ده سيريا؟ عيب عليك، هو انا عمري لبستك؟ يا جدع خدها اقولك. انتوا الخسرانين. كهربائي يا استاذ، كويس انكم قاعدين مع بعض عشان اسلم عليكم قبل ما اسافر. شوف سبحان الله، كنا لسه في سيرتك دلوقتي. حصل. اكيد كنتوا بتتفقوا انكم تجيبوا عربيه عشان توصلوني. لا احنا كنا بنتفق على شويه طلبات تجيبها لنا وانت جاي. ها اكيد طبعا. طلبات ايه؟ كنت عايزك تعدي لي على غابات السافانا تجيب لي منها عنقود عنب عشان نفسي فيه. هو مش طريق بس قشطه هتعمل لك يعني. وانا بقى كنت عايز العنكبوت اللي قرص سبايدر مان في الفيلم عشان امشي على الحيطان. بسيطه، ايرون مان زميلي، هخليه يميل عليه واخده لك منه. اي خدمه تاني؟ اخويا الصغير كان عايز كوتشي صابوي عشان يتنطط على الناس. يا سلام، ده انا عينيا اخوك الصغير. يلا اشوف وشكم بخير. انت مسافر طيران صح؟ ايوه. لو تجيب لي حته من السما. ياه ياه، كنت هعمل كده من غير ما تقول. اول ما توصل هناك هبقى اطمنك عليا. تفتح لي شركه عقارات وتبعت لي الارباح اول شهر. اعتبره حاصل. الظرف هيوصل لك اول الشهر كده. ما فاضلش الا مصباح علاء الدين، هاته في ايدك وانت جاي، وهات البساط بالمره. تمام تمام، بس قولوا لي موقف الطيران الايطالي بارود منين؟ طب هات لنا قصب وانت جاي. تعالى بقى عم حموده فض بينا عشان هو مش عايز يجيبها لبر. قبل ما اقول اي حاجه، انت وشك ورم ليه كده؟ اهو جبت حاجه من عندي. الاستاذ بهزر معاه، راح متغشم عليا وراح مديني يد ببقه. لا دي كده قله قيمه وبيستهزئ بيك جامد. ده انا هنفخك النهارده. ايه يا عم حموده، انا جايبك تصلح بينا تقوم مسخنه عليا؟ ما هو مش اصول تهين صاحبك قدام الناس. عيب. بقول لك ايه، خلاص يا عم ما تزعلش مني، قلت لك ما كانش قصدي. انا هعدي لك المره دي عشان خاطر حموده، بس لو قررت منك تاني ما تلومش الا نفسك. يعني صافي يا لبن؟ يا عم ماشي. ايه ده؟ انت ايه اللي قطع تيشيرتك كده؟ اكيد اتقطع لما هو ضربك. انت شايف كده صح يعني؟ ده انت لو شغال عنده عبد مش هيهينك ويهزقك كده يا جدع. انت كده جبت النهايه وربنا اللي عامل لك محضر. ده في حد مسخنه عليك جامد. ايه مالك يا عم؟ مش عوايدك اللي انت تقعد تفكر كده؟ مفيش، متضايق شويه بس. متضايق دي كلمه قليله قوي، انا مكسور ومتهان يا عم. اسكت. امبارح كنت خارج مع خطيبتي دبينا عركه ومن ساعتها ما بنكلمش بعض. انت هتقول لي انا امبارح قاعد مع خطيبتي وبنتعشى زي اي اتنين بيحبوا بعض، رحت عاطس ما قالتليش رحمكم الله. ليه وليه بقى؟ رحت مدور فيها الضرب يمين وشمال واخدها وهي معيطه. ابوها شافها قال لي يا ابني مالها هي معيطه ليه؟ رحت ضارب هو كمان عشان كده فسخت الخطوبه. لا ما هو مش كده وبس، انا حتى مديري في الشغل. وده مديري يا عم؟ ده انا مديري رحت له الشغل متاخر قبل كده 3 دقايق، راح مزعق لي قمت اعطي له كف الموظفين قامت سقفت عشان كده رفدني. بقول لك ايه، طيب ما معكش 3000 جنيه امشي بيهم نفسي الايام دي عشان انت عارف ان انا قعدت من الشغل انا لسه قايل لك ايه؟ ما انا مرفوض زي زيك بالظبط. انت عايز 3000؟ امال تعمل ايه بقى لو عايز 6 زيك؟ طب والعمل ايه دلوقتي؟ بص يا معلم، انت تدور على حد تستلف منه فلوس وتقول لي انا كمان عشان اروح اقول له عايز 500 جنيه عشان الدنيا تمشي يعني. تمام تمام، انا هروح بقى عشان ابويا كلمني، ولو اتاخرت عليه هيتخانق معايا هو كمان. هيتخانق معاك؟ يا ابني انا متخانق مع ابويا واخويا وعمي وجوز خالتي وجوز عمتي وسايب لهم البيت ومشيت. خد يا ابني راح فين؟ معقوله ما استحملش مشاكلي؟ شت. خلي بالك انت مش اول مره تعمل معايا الحركه دي. حركه ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ ايه نسيت الموقف البايخ اللي انت عملته معايا امبارح؟ خلي بالك الموضوع ولا شاغلني اساسا، انا بعرفك غلطك بس. يا ابني هو انا مش كلمتك امبارح واعتذرت لك؟ وتعتذر لي ليه؟ انا اصلا الحوار ده مش فارق معايا. هو انتوا لسه بتتكلموا في حوار امبارح؟ هو لحق يحكي لك؟ هو انا هحكي له ليه؟ حد قال لك ان الحوار يستاهل ان احكي فيه اصلا؟ ما تقول لنفسك، دي تاسع مره تتكلم في نفس الحوار. ودي اخر مره اتكلم فيه، وده مش عشان حاجه، لان ده حوار تافه ولا يشغل دماغي اساسا. خلاص بقى فضها سيره. استنى يا عم لما نشوفه. يعني انت كده خلاص مش زعلان؟ بقول لك حوار تافه وما يسهلش ان انا اتكلم فيه ومش في دماغي. وبما ان الصلح خير تعالوا نخرج في اي حته. مين ده؟ انت عايزني انا اخرج معايا بعد اللي عمله معايا امبارح؟ انت قط ولا ايه؟
ايه يا اسطى ده؟ انا اجي استلم العربية الصبح يقولوا لي 50,000 جنيه؟ اصل بصراحة كده باشا عربيتك بقها فتح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كشفنا على البساتم لقينا الموتور كاتم، غيرت لها الدربوكس وعمود الاكس فشد التكيات وكسر المرايات، فحرق الكشافات وغيرت الاربع كاوتشات، الضربة سمعت في سير الدينامو وقامت مية الراديتير ضربت في الكربرتير سايحت الفرامل، الانجكشن خد بخاطره وضرب في ترومبة البنزين، علقت علبة الفيوزات شبكت مع الضفاير، فالمرشي قفش والصبابات زنجرت ولسعت في المبينة وحرقت الكتاوت، فالكمبرسر شاط وسرب غاز الفريون، فشلحت مع الطنابير وحرقت البنزين وحروقت مع العفشة فقطم ترس الكتينه وعوج المقصات، فالبطاحه تاهت والكباليه نطرت والصمامات اتسدت والدركسيون كلبش في عمود الكرنك فسيح السربنتينه وبعتنا جبنا لك عربيه جديده. ايه كل ده؟ انا جايبها لك عشان مساحات معلقه. عيب عليك يا باشا، انت جاي لصنايعي، لازم اشوف شغلي واعمل اللازم، بس ايه رايك؟ مساء الخير، مع حضرتك مندوب مبيعات، معايا عروض وخصومات، تحب تاخد فكره؟ معاك ايه؟ معايا برفانات، شامبوات، فلايات، كفرات، موبايلات، فرش، دهانات، ساعات، نظارات، تيشرتات، بنطلونات، جزم وشرابات، قمصان، شماعات، سلاسل، حظاظات، طفايات، ولاعات، فناجيل، كوبايات، خواتم، المظات، شيبسات، ملتهات، شنط، عوامات، مراكب، ولانشات، فيلل، وشاليهات، شقق، عقارات، مباني وابراج، كراسي وشماسي، ولو كنت ناسا اوديك مراسي، اديني فرصه ادخلك البورصه اوديك فرنسا، والشنطه دي فيها اي حاجه تلاقيها، اجيب لك ايه؟ معاك حجاره قلم؟ لا. طب ابقى ركز في شغلك. امشي. يا عمره صباح الفل. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي جابه دلوقتي الواد ده؟ هو ظابط ميعاده على قعدتي ولا ايه؟ اكمن اخر مره عزمني على مشاريب ومستني ان انا اردها له دلوقتي. لا يبقى بيحلم، هو ما يعرفش ان انا معيش فلوس ولا ايه؟ المفروض يعني يراعي الاوقات اللي يجي فيها. الواد ده شكله كده قلبه اسود وبخيل وبيشيل جواه، لان ببساطه الحركات دي ما تتعملش غير من واحد ديني، وهيندمني اني عرفته وعشرته وصاحبته في يوم من الايام. لا دي قله ذوق منك بقى بصراحه. ما انا اللي كنت جاي اعزمك عشان نجحت. قال انت من ساعه ما رجعت من السفر وانت ساكت، هو في حاجه ولا لا؟ يا عم يعني عادي مفيش حاجه، هو باين عليا في حاجه حصلت معاك وخايف تحكيها لي؟ مفيش، يعني الدنيا بايظه معايا شويه بس. ازاي يعني الدنيا جت عليا شويه هناك؟ يا عم قول لي ايه اللي حصل لك وانا مش صاحبك. اصل وانا في الغربه اتضحك عليا واتجر بيا واتداس عليا وخرجوا اسوأ ما فيا، وكلت من الزباله واستلفت من البقاله واتمرمطت في الوكاله واتحرمت من الطياره وهروني شماته وقضيتها شحاته وما لقيتش شوكولاته، اكلت بطاطا والناس اضطهدوني وعذبوني وضربوني وشنقوني وصوحوني ومرمطوني وقتلوني وظلموني ولموني ومرجحوني وشتموني ونرفزوني وعصبوني وصوروني وشيروني وفضحوني وسبوني وركبوني وروحوني. ايوه بس دي كلها حاجات ممكن تحصل لاي حد في الغربه. انا شاكك ان انت في حاجه تانية خانقاك. خانقاني بس؟ انا مخنوق ومكبوت ومقهور ومكسور ومغلول ومذلول ومظلوم ومشلول ومطحون ومشؤوم ومهموم ومشروخ ومجنون ومحروم ومقتول ومجروح ومكسوف. مكسوف من ايه؟ مكسوف اقول لك تحسب لي على الشاي بتاعي عشان نسيت المحفظه في البيت. بقول لك انا جبت تيشرت جديد، قول لي ايه رايك؟ خامته رديئة وهيتقطع من اقل حاجه. خامه رديئة ايه وبيتقطع ايه؟ ده ب 400 جنيه. بقول لك بيتقطع من اقل حاجه. وانا بقول لك مستحيل، ده انا جايبه مستورد. تعالى وانا هثبت لك. حتى اهو. ايه اتقطع ولا ما اتقطعش؟ محدش بيسيبني في حالي، كله طمعان فيا. طب اتكلم نفسك، ما تتكلم معايا. طب بكلم نفسي برضه. للدرجه دي؟ قول لي مالك. انت عاجبك اللي عملوه معايا ده؟ عملوا ايه معايا؟ انا ما كنتش متخيل ان الكساره معاهم توصل لحد كده. هما مين دول؟ انا ما فيش حاجه ما عملتهاش معاهم. طب انت عملت معاهم ايه؟ عملت حاجات كتير قوي. قول لي حاجه منهم يمكن افهم. عارف اللي كنت بعمله ده كان بيأذيني نفسيا. اقول لك سيبك منهم، هترتاح اسمع مني. مقدرش اسيبهم. طب وحقي مين اللي يجيبه؟ انا مش فاهم منك حاجه خالص. عشان مش مركز معايا وعمال تسالني. انا اسف مش هسال. حتى انت مش عايز تعرف مالي. لا يا سيدي مش عاوز اعرف. اقول لك انا همشي. مش عاوز حاجه؟ طيب عاوز سلامتك. حتى سلامتي طبعاً فيها. ايه يا اسطى عملت لي في السكوتر اللي جبته لك من يومين؟ السكوتر اللي كان بينتش وبيعطل في المطبات ده؟ ايوه الله ينور عليك. والله هندسه انا اتكلمت معاه وحاولت اسايسه بس لقيته معبي وشايل منك حاجات كتير. يعني اتكلمت مع ايه؟ مع السكوتر؟ ايوه طبعا. ازاي يعني مش فاهم؟ لا هندسه السكوتر ده بيحس بكل حاجه حواليه وبيتاثر بالبيئه المحيطه. وانا جاي الميكانيكي ولا الدكتور تنميه بشريه؟ انت مش مصدقني صح؟ طب تعالى انا هثبت لك. تعالى اديني جبت لك صاحبك اهو، احكي له بقى اي حاجه كانت مضايقاك منه ولو في اي سوء تفاهم نحله. ايه انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ يا اسطى انت عبيط، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اللي ايه اللي بتعمله ده؟ هو انت ما عندكش رحمه؟ الله 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 انت هتغلط ولا ايه؟ انت ازاي تحمل عليه اربعه وانت عارف ان حمولته اتنين بس؟ هو حمار يا عم. انت مالك وبعدين انت عرفت منين؟ ما هو لسه ايه اللي قدامك اهو، كمل ايه اللي حصل تاني؟ باين عليه اهو. هو بيقول لك ايه؟ خلاص بقى خلاص بقى، اللي ستر ربه ما يفضحوش عبده. يا عم بيقول لك ايه؟ اخلص. مش عيب مش عيب لما تقف في البنزينه تعاكس واحده عندها 55 سنه وكمان تكرفلك؟ يا عم والله ابدا، دي هي اللي زنت عليا. بيقول لك كداب. هو انت اللي كداب و60 كداب. حس كده بقى خليه يقول لك لما خرجت من السوبر ماركت ولقيتهم قاعد واحده عماله تتصور عليه. حصل
طب خلاص خلاص بقى انا داري عليك خلاص. سرق نت من الجيران يا معفن. لا انت تصدق عليا كده؟ بتصرف فلوس الكورسات على الاكل؟ لا طبعا. ايه جارته؟ كداب. حبيبه صاحبه؟ ما حصلش يا اسطى. ايه ده بجد؟ هي وصلت لكده؟ لا 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 يا اسطى انا ما بحبش النظرات دي. لا انا ما بعمليش في كده. بص انا مش عايز البتاع ده. انا هروح اجيب لي عجله سرعتك رملي. سلام عليكم. خد اقول لك طيب. وانا مين اللي هيحاسبني في ام الليله دي بقى؟